طموحك احذر سترك سابق تحدى واستمر مواجهه وبذل طويل ويحفنا اجمل حماس ملامح بسم الله الفن الجميل جميلة وتتبعثر المشاعر في مثل هذا الحفل البهيج الذي جمع بين النجوم وبين الإعلاميين والمتسابقين والمقدمين الفازعين وأيضا كذلك جمهور المشاهدين من خلف الشبكة. حقيقة هذا كله يجعل الإنسان يعني صدره منشرح لهذا الحفل الجميل الذي فاق توقعنا صراحة من خلال هذا الحضور الكبير اللي نسعد بهم ونفرح ونفخر. حقيقة الحديث بعد المنشدين وشعراء وإعلاميين صعب، لكن هي رسائل مختصرة بإذن الله. نحن اليوم في شبكة المجد لا نقدم برنامج ولا قناة، بل مجموعة قنوات يقودها فريق فني احترافي وقيادات إدارية واعية ومميزة. أيضا لدينا جمهور وفي ومنتمي يقدم الغالي والنفيس كذلك لهذه الشبكة. أيضا لدينا رعاة جميلين شركاء لنا في هذا الحفل وفي هذه الشبكة المباركة. شبكة المجد تقدم مجموعة برامج مختلفة لفئات من المجتمع متنوعة من الطفولة إلى كبار السن، لكل شرائح المجتمع بكل القوالب التلفزيونية. شبكة المجد تقدم محتوى آمن، وهذا يعني ما ننافس عليه ونظن قيمة تنافسية لدينا أن شبكة قنوات المجد تقدم محتوى آمن ترفيه، أيضا فيه برامج متنوعة لطفلك ولك وللأسرة جميعا. في ختام هذا الحفل البهيج وهذا البرنامج الرائع الذي كان بفكرة مبتكرة، حقيقة أشكر الشبكة ممثلة في قياداتها على دعمهم لهذا البرنامج، أشكر الرعاة الكرام على ما قدموه وبذلوه، أشكر فريق العمل بقيادة الأستاذ هادي الصالح ومن معه من الفريق الإعداد والإنتاج، أشكر فريق الإنتاج كامل، أيضا أشكر المتسابقين الكرام على ما بذلوه خلال هذه الأشهر الطويلة، أيضا نشكر الحضور الكريم حقيقة من إعلاميين وقامات وهامات إعلامية على تشريفهم لحفلنا، وهذا زادنا شرفا في هذا اليوم. كل الشكر للجميع، كل الشكر للجمهور خلف الشاشات الذي دائما ما يقدم لنا التغذية الراجعة لتطوير المحتوى في الشبكة. قبل الختام وقبل نهاية هذه الكلمة أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وأن يسر لنا هذا البرنامج، ونعدكم بإذن الله بأحداث وفعاليات وبرامج قادمة سترضي بإذن الله جمهور الشبكة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استاذنك ابو حسان تبقى معنا في المسرح.